من ضمن الأسئلة، لو أنا هعمل سي في وهسلمه في المدارس، هل أقول في الانترفيو أو أكتب في سي في إني شغالة دروس خصوصية ولا لأ؟ نصيحتي لأ، لأكتر من سبب، لأنك مقدم على مدرسة ففي الغالب هو هيقولك أنت شغال دروس خصوصية ومقضية. طبعا هو عارف إن الناس بتشتغل دروس خصوصية، ولكن هو ما بيبقاش عاوز شخص يقول لك، خاصة مدرسة خاصة، يقول لك لأ أنا عاوزه يشتغل فول تايم، فيكون بالنسبة له وجهة نظر سلبية. فنصيحتي لا، انت اكتب ان انت عندك خبره في التدريس 5 سنين مثلا او سنتين، وانت اوريدي دروس خصوصيه دي انفولفد او بتدخل في جانب الخبره الخاصه بالتدريس، فلا ترهق نفسك بهذا الموضوع ولا تضعها في السي في، لانها كمان مش منصوص عليها وغير مطلوبه. فانت ممكن تقول له بقى انت استفدت ايه من خبرتك في الدروس، التقديم، القدره على الكلام، كل الحاجات دي من ضمن الامور التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار. وبالتوفيق بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربنا يبارك لكم ويكتب لكم كل خير.